يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الفقره دي في تخيلي هتكون في منتهى الاهميه لناس كتير جدا، اللي عايز يخس، اللي عايز يدخل، اللي عنده مشاكل، اللي عنده ترهلات، الرياضي وعايز يعرف ايه التغذيه السليمه والصحيه بالنسبه له كراجل رياضي، الناس الغير رياضيين الغذاء بتاعهم المفروض يكون عامل ازاي. اسئله كتير جدا هنتكلم فيها مع ضيفتنا العزيزه دكتوره انجي ابو زيد، اخصائي التغذيه العلاجيه. صباح الفل عليكي ومنورانا. صباح الخير عليكي كريم. صباح الخير. صباح الخير عليكي ومنورانا في 10 الصبح. ودي فقره بتبقى يعني مهمه جدا لناس كتير، لان هم بيبقوا حابين يوصلوا باجابات كمان سريعه على تساؤلاتهم او المشاكل اللي هم بيعرضوها. هنعرض كل ده وهنتكلم في كل ده، بس شويه كده الاول نتكلم عن حضرتك. خلينا نعرف برضو يعني دراستك يعني تحديدا ايه، ونفس الوقت برضو ايه الفرق بينها وبين فكره هنا بقى الحاجه اللي ليها علاقه اكتر بالرياضه. يعني هل احنا بنتكلم تغذيه علاجيه ولا تغذيه علشان الرياضيين؟ يعني خلينا نفهم في الاول. اوكي، انا خريجه صيدله اصلا، بس يعني اشتغلت شويه في صيدله واشتغلت في معهد البحوث، كنت شغاله. بعدين حاولت اتخصص في موضوع التغذيه العلاجيه، هو كان لي علشان انا مامتي مريضه سكر. فانا كنت حابه ان هي تكون بتاكل اكل صحي مع الادويه بتاعتها جدا، عشان مريض السكر دايما بنحاول نبعده عن النشويات او السكريات والكلام ده كله. فانا كنت عايزه افهم الموضوع ده ماشي ازاي بالظبط، فاخدت دبلومه التغذيه العلاجيه. في فرق طبعا ما بين التغذيه العلاجيه وما بين تغذيه الرياضيين، في فرق ما بينهم هما الاثنين. التغذيه العلاجيه دي معناها ان انا بشوف الحاله الصحيه بتاعت المريض وببتدي اتكلم معاه في اكله، بشوف يومه ماشي ازاي وببتدي اتكلم معاه في اكله. لكن تغذيه الرياضيين بنعتمد على التمارين بتاعتهم، بيتدرب كم مره، الاكل بتاعه ماشي ازاي، يعني حاجات سكادجولد اكتر يعني متجدوله. طبعا طبعا تمام. بالنسبه للرياضيين زي ما قلت لك احنا عندنا مليون ملف تقريبا نتكلم فيه، بس تعالي عشان حتى نختصر للوقت. برضو من الحاجات اللي ممكن تلاقيها بتشغل بال واذهان ناس كتير، الناس الاندر ويت زي حالاتي عشان يزيدوا يعملوا ايه، والناس الاوفر ويت عشان يخسوا. لا انت مش اوفر ويت خالص، لا والله انت بعيده جدا عن الاوفر ويت حقيقي. يعني ده يعمل ايه وده يعمل ايه؟ ده يعمل ايه وده يعمل ايه؟ هو احنا في الاول لازم نعمل حاجه اسمها ان بودي. الان بودي ده احنا بنشوف الوزن، بيطلع كتله الجسم بالظبط قد ايه، بنشوف نسبه الدهون بتاعته، بنشوف نسبه العضلات، نسبه الميه، هو بيطلع شيت كده بنشوف منها كل حاجه، وبنشوف الرينج بتاعنا بيبقى موجود، النورمال رينج اوريدي موجود في الشيت بنحدد على اساسها. طيب لو حد اندر ويت المفروض ان هو يعمل ايه؟ اندر ويت ده المفروض ان هو ياكل اكل اكتر من السعرات بتاعته، يعني احنا بنمشي بمعدل السعرات، السعرات الحراريه، الكالوريز في اليوم. المفروض اشوف اصلا الحسبه بتاعتها بتيجي ازاي؟ يعني انا اعرف منين المفروض ادخل سعرات قد ايه؟ طيب هي في ايكويشن، لكن لو انا هتكلم على الشكل المهني يعني اللي انا بشتغل بيه، احنا بنجيب الويت اللي هو موجود دلوقتي، الويت الحالي، وبنضربه في 25. دي السعرات اللي المفروض ان انت تكون بتاخدها عشان تفضل على نفس الويت بتاعك ده، اللي هو نفس الويت بتاعي في 25 تايمز 25 بالظبط كده. ده للراجل والست زي ده للراجل والست بالظبط كده. انا كده ما جيتش جنب واحد رياضي، انا بتكلم على شخص انسان عادي جدا، فبضربه في 25. طيب انا بضربه هسيبها معاكي بقى. اوكي بس ما تبصش وزني كام. بتحسب بتحسب وزني ده انت كده الكاميرا هتجيب هنا. اوكي في 25 بالظبط 45,000 سعر حراري لازم يدخل كل يوم. طيب احنا لو احنا اندر ويت بنزود من 500 ل 1000. اوكي. من 500 سعره ل 1000 سعره في اليوم. لو احنا اوفر ويت بنقلل من 500 ل 1000. بس ما ينفعش لو انا هقلل، لو واحد بالغ يعني فوق 18 سنه ما ينفعش اقلله عن 1200 سعره. سوري معلش. ده المينيمم. بالظبط كده 1200 سعره ما ينفعش ان انا اقلله عنها عشان مجهوده طول اليوم. بتختلف باختلاف الاعمار او طبعا السن. لو انا واحد اقل من 18 سنه انا ممكن اوصله لحد 1000 سعره، تمام ما فيش اي مشكله خالص، بس لازم احسب معاه منتجات الالبان عشان هو لازم ياخد البان عشان هو في فتره الجروس بتاعته، فلازم يعني منتجات الالبان اكون حاسباها جواها. ده لو واحد اقل من 18 سنه 1000، لو واحد اكتر من 18 سنه 1200. بالنسبه لو شخص اندر ويت انا ما ينفعش ازوده عن 3000، عشان احنا كده يعني احنا ممكن ندخله في امراض حقيقي لو انا زودته عن 3000. الرياضيين ممكن اوصل لهم لحد 6000 سعر على حسب على حسب هو تمارينه عامله ازاي، هو بيشتغل يعني كم مره في اليوم،
كم مره في الاسبوع، التمرين مدته قد ايه، اذا كان هو بيعتمد اكتر على الجهد العضلي قوي. طبعا بتوع كمال الاجسام غير كره القدم، بمناسبه كره القدم طبعا انا بتمنى النادي الاهلي ان احنا ناخد البطوله باذن الله ونرجع بيها حقيقي، تبقى البطوله التاسعه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. بس على حسب احنا يعني هو الرياضه بتاعته عامله ازاي والسترينث بتاعها قد ايه، كل الكلام ده بيفرق كتير بالنسبه للرياضيين. لكن لو انسان عادي انا بتعامل معاه ماكسيمم بتاعه 3000، مش هينفع ازود عن 3000. طيب انا عندي كده يعني سؤالين مرتبطين شويه ببعض. انا دلوقتي مثلا لو اعرف منين ان انا اوفر ويت او اندر ويت، يعني انا مثلا وزني ليتس سي 65 مثلا، يا ريت بس اوكي هنقول 65 اوكي، فانا كده لو طولي 170 تمام، انا كده اوفر ولا اندر ويت؟ انا كده اوفر ولا اندر على حسب نسبه الفاتس. يبقى هي بقى قصه كلها لازم نعمل التست ان بادي. ان بادي ده موجود برضو في الصيدليات عشان الناس تبقى يعني نسهلها شويه، موجود في الصيدليات ودلوقتي موجود في محطات المترو بيبقوا حاطين حاجات بتتعمل والكلام ده كله. لا موجود في ان بادي موجود، بس الاكيوريت اكيوريت ان انا اكون بشتغل ببراند اسمها ان بادي، هو كلهم بيسموهم ان بادي بس البراند تبقى ان بادي، عشان بيبقى ليها الكترونز معينه ايكويشنز بتشتغل جوه الجهاز عشان خاطر اطلع بالظبط الاكيوريت بتاعي. طبعا هسهلها على الناس عشان يفهموا النقطه دي. لو حد مثلا وزنه بشكل معين هو يحسب ان هو لو ازيد، عفوا لو طوله بشكل معين مثلا 170 تمام، الايدل الجسم الايدل يبقى ماينس 10 للست وبلس 10 للراجل زي ما بيقولوا لنا، يعني لازم الست هنا وزنها تبقى 60 والراجل يبقى وزنه مثلا 70 او 80 لو احنا 170، لو احنا طولنا 170 يعني احنا بنتكلم تقريبا من 65 كيلو لحد 75 ده للستات، للستات والرجاله، للستات والرجاله. انا بتكلم على ايديال ويت، ايديال ويت. انا كنت فاكره ان الراجل والست بيفرق. لا هي بتفرق في الكتله العضليه، دي حاجه ثانيه، بس الويت نفسه ملوش علاقه بالفاتس وملوش علاقه بالمسلز، ملوش علاقه بالووتر اللي جوه الجسم اللي الان بودي بيطلعه. طب دي معلومه كويسه جدا. احنا كده كده في وسط اسئلتنا انا ونهاوند هنمرر لحضرتك مجموعه من اسئله المشاهدين اللي بعتوا لنا، منهم معاذ حمدي الازهري بيتكلم على نقطه بتشكل هاجس عند رجاله كتير قوي قوي الحقيقه، فكره الكرش. وخصوصا لما بيكون الشخص الكرش ده مش متناغم مع الهيئه العامه، يعني تلاقي حد رفيع زي حالاتي وعنده زيتونه ضخمه في بطنه. اوكي طيب. فهو بيكلمك بقى في الاتي بيقول لك لو عايز احرق دهون البطن في اقل وقت ممكن، ايه النصايح اللي ممكن اعملها مع ان في ناس بيبقى جسمها طبيعي بس كرشها كبير؟ دي النقطه اللي بقول لحضرتك عليها. وتحياتي لكم جميعا. وعلى فكره انا هوند بيقول لك بقى انا زودت بدل 20 دقيقه رياضه خليتهم 30 دقيقه رياضه في انا فاكره معاذ امبارح او اول صح لما بعت لنا قلنا له بتمارس رياضه قد ايه؟ قال 20 دقيقه، قلت لك طب زود 10 دقائق. برافو عليك، 30 دقيقه كويسه. كيفيه القضاء على الكرش؟ طيب احنا الرجاله كلها لا هي مشكله على فكره ستات ورجاله، بس يمكن الستات دلوقتي بقت بتاخد بالها من جسمها والكلام ده كله، بقت واخدين بالها اكتر بكتير. لا احنا كنا زمان ما بياخدوش بالهم خالص من جسمهم، احنا دلوقتي كل واحده ست لا عايزه تبقى في احسن صوره، ده حقيقي. بالنسبه للرجاله اكتر حاجه بالنسبه لهم التدخين، يعني فكره التدخين دي مشكله كبيره جدا. التدخين بيعمل ووتر ريتنشن عادي. ايوه ده حقيقي، عايزه الكاميرا تيجي يعني على حقيقي جدا. انت عامله ايه يا دكتوره؟ انا كويسه الحمد لله. يا ستي دي افه غير طبيعيه ورا اسباب يعني كتير لمشاكل كتير قوي الحقيقه، يعني ده حقيقي. بس هي التدخين دي مشكله اصلا عشان هو بيعمل ووتر ريتنشن عادي، واكتر مكان ممكن يحصل فيه ووتر ريتنشن موضوع البطن، احتباس للميه. ثاني حاجه الكافيين بكل انواعه، يعني الكافيين حتى الشاي الاخضر ده فيه كافيين. لا مش معقول كده، يعني الشاي الاخضر فيه كافيين. فاحنا القهوه احنا قلنا فنجان واحد قهوه في اليوم، ده المفروض ده المعرف عليه ان احنا ناخد فنجان قهوه واحد، هو ده الطبيعي. النسكافيه النسكافيه جولد والحاجات بقى الثانيه دي كلها بالظبط كده. المنتجات كمان الجديده المصنعه دي اصلا بتعمل مشكله كمان في الكبد والكلى، يعني ان هو تحرمينا من الكوفي. لا هو مش بحرم حد، مفيش حاجه اسمها حرمان. امال ايه؟ في حاجه ان انا بقنن الحاجه، يعني انا لو باخد مثلا 3 نسكافيه انا دلوقتي عايزه اخس بطني، فممكن اخد 2 بعدين ابتدي اقللها بواحد. ما هو ده كافيين. قهوه مصنعه، هي اي حاجه مصنعه مشكله. اوكي فهمتك. فيعني وطبعا الرياضه بما انه بيلعب رياضه ممكن نركز على رياضه البطن، دي هتفرق كتير. ما ناكلش الحاجات المخبوزات دي برضو بتعمل بطن.
السكريات يعني الكرواسون وال مشكلة عيش والحاجات دي كلها. الكرواسون دي ممكن تكون اصلا بالكالوريز بتاعتك طول اليوم، والمقرمشات دي ممكن تكون بالكالوريز بتاعتك طول اليوم والمقرمشات. يا دكتوره يعني انجي استني، طيب بتنهار منك يا دكتوره انت مش واخده ست كل شويه تسحبي منها حاجه. اه صح انا حاسه كده يعني بصي مش المفروض ان احنا نكون بناكلها كتير. انا وبابايا هننهار، انا وبابايا يعني لازم الصبح نقعد مقرمشات مع بعض يعني. طب يعني لو بتاكلي مثلا خبر سيء جدا لو بتاكلي منها مثلا 3 سيرفينج يعني 3 مثلا بسكوتات، ممكن تخليهم 2 يعني واحده واحده بالظبط كده. هو ده اللي انا اوريدي بعمله مع اي بيشنت بيجي لي واحده واحده كده عشان خاطر بيجي لي من قله الجوع من قله الاكل. ماشي يا دكتورين، انت رجتيها جامد قوي. اوكي انا حاسه ان السكافيه راح منها والبسكوت والمقرمشات راحت منها، يعني انا شايفه اخر الحلقه تقريبا مش هتاكلي حاجه حقيقي كده. نكمل. طيب اسئله. طيب. عبد الرحمن بيسالك سؤال، انا نفسي كمان حابه يعني استفيد من اجابتك. عاوز اعمل جسم رياضي ونظام اكل يخلي جسمي حلو وصباح الخير عليكم. فدي نقطه يعني ايه اللي ممكن فعلا الواحد يعمله من غير ما يمارس رياضه برضو بشكل يعني قوي. لان مش كلنا يعني انسان عادي مش كده. طيب احنا المفروض ان احنا الاول نحسب السعرات بتاعتنا عشان نعرف احنا المفروض نكون بناكل قد ايه. وعلى اساسها بشوف الوزن اللي انا عايز انزل في الوزن ولا مش عايز انزل. اولا اللي بنقيسها ان احنا بنكتب وزننا تايمز 25 بالظبط كده، وحضرتك تعرف الاجابه اللي هتطلع ان هي دي عدد السعرات اللي انت لازم تدخلها يوميا. بالظبط دي كده. نقطه اولى. اوكي دي، وبعد كده تبتدي تقلل منها لو انت عايز تنزل في الويت بتاعك. تمام دي اول حاجه. طيب احنا تقريبا بينزلنا قد ايه؟ لو انا نزلت من 500 كالوري ل 1000 تقريبا بينزلني من نص كيلو لكيلو بس، ما بينزلنيش اكتر من كده. نعمل نشرب ميه كويس جدا، احنا عندنا مشكله في الميه رهيبه عندنا في مصر، محدش فينا بيشرب ميه حقيقي. فاحنا المفروض ان احنا نزود ميه، المفروض كل 20 كيلو موجود في الجسم قدامه لتر ميه. انا بتكلم مهني مش بتكلم يعني الكلام ده كله اللي احنا بنشتغل فيه مهني. طلعت ازاي من ايكويشنز كتير احنا اوريدي بنعملها، بس يعني ده تقريبا اللي بيمشي مع معظم الناس اللي هو كل 20 كيلو بنشرب لتر ميه. يعني مثلا لو احنا 60 المفروض نشرب 3 لتر ميه. ده المفروض ان احنا الحمد لله في ايه يا كريم خزان لازم نشرب خزان لازم نشرب ناس هتخش على خزان فعلا يعني. طيب انا معلش انا اسف جدا لمقاطعه حضرتك بس احنا لازم نطلع فاصل وهنرجع مره ثانيه نكمل كلامنا واسئلتنا مع الدكتوره انجي. اتفضل. حديثنا مستمر مع دكتور إنجي أخصائي التغذية العلاجية، وأسئلة حضراتكم كتير هنحاول بقى في خلال 10 دقائق المتبقيين يعني نحن نجاوب عليهم. نبدأ بأمو مازن عوادي. دكتور إنجي إيه الأكل اللي يزود الجسم ويخليه رياضي؟ الناس كلها ربطة التغذية بالرياضة ودي حاجة حلوة. احنا كنا قبل كده اصلا ما عندنا يعني فكره الرياضه ما كانتش موجوده. ده حقيقي احنا دلوقتي بقينا كلنا نعمل رياضه. احنا المفروض نعمل رياضه قد ايه اصلا؟ المفروض ان احنا لينا 20 دقيقه كل يوم المفروض نعملها. 20 دقيقه دي احنا ممكن نعملها في البيت، ممكن الست وهي بتطبخ تحرك رجليها في مكانها فهي كده بتعمل رياضه عن المجهود الطبيعي بتاعها. ممكن بتتمشى في طرقه البيت تتحرك شويه، ممكن نلعب نط الحبل في البيت. يعني الرياضه مش لازم ان انا انزل لحد الجيم عشان انت كنت قلتي لي طب اعمل ايه لو انا ما عنديش وقت والكلام ده كله. فانا ممكن اعمل كده. طيب انا لو عايز ازود جسمي كويس جدا بزود البروتين، بقلل النشويات وباكل دهون صحيه. اقلل النشويات فعلا. او ده فكر مغلوط عند ناس كتير ان احنا عشان نزود وزننا مكرونات بقى ورز يعني. وحاجات زي كده. هو انت قلتي لي اقلل صح واعمل جسم رياضي صح؟ انا لا السؤال اللي فات ده عايز يزود ولا لا السؤال الاخير ده يزود اللي قبليه كان يقلل. لا يبقى انا هتعامل عادي ان انا المفروض باخد نشويات من 55 ل 60% نشويات في الطبق في الكالوريز بتاعتي طول اليوم، وباخد من 20 ل 30% بروتين، وباخد اخر حاجه اللي هي الدهون الصحيه اللي هي تقريبا بتبقى من 15 ل 20% اللي فاضلين في الكالوريز بتاعتي. لكن لو انا هزود انا برضو بزود بروتين شويه، ما بقللش بقى النشويات. انا كنت بتكلم على تقليل النشويات في فكره ان انا لو عايز اخس، انا كنت فاهمه ان هو عايز اخس ويعمل جسم رياضي. اوكي بس لكن اكل برضو النشويات اللي هي النشويات المركبه مش البسيطه، مش الدقيق الابيض ومش السكر الابيض. اكل اللي هي الحبوب الكامله اللي هي الدقيق الاسمر بتاعنا، الشوفان، الفاكهه والخضار، دي كلها نشويات مركبه. هي دي اللي انا بعتمد عليها في النشويات بتاعتي. تمام. طب كويس ان حضرتك يعني ابتديتي الكلام في النقطه دي، لان في سؤالين لو تسمحي لي هدمجهم لك مع بعض. سؤال من الاستاذ محمد رأفت وسؤال من الاستاذ محمد اشرف. سؤالهم هما الاثنين بيدور حوالين الاكلات المفيده اللي بتدي طاقه
ده الجزء بتاع استاذ محمد رافت، والجزء الثاني بتاع استاذ محمد اشرف ليه علاقه بالاكلات اللي بتقوي جهاز المناعه، ودي نقطه مهمه جدا طالما ان احنا بنحيا في كورونا. زمن كورونا ده حقيقي. بالنسبه لاول حاجه اللي هي الاكلات اللي انا المفروض تديني طاقه، النشويات هي اساس الطاقه في اي حاجه، يعني احنا المخ بتاعنا بيتغذى على الطاقه بتاعته عن طريق النشويات اللي هو الجلوكوز اللي هو بيتحول في الاخر في الجسم عندي اللي هو جلوكوز. طيب انا النشويات زي ما انا قلت ان احنا بناخد النشويات المركبه، ببعد خالص عن النشويات البسيطه، يعني اللي هو السويتس والكلام ده كله واللي هي السكريات الحلويات دي بالنسبه لي نشويات بسيطه، بتعلي الانسولين فجاه، بتعلي الجلوكوز في الدم، بتعلي الانسولين فجاه وبتخلي الدهون تتكون جوه الجسم، فبالتالي انا بزيد في الوزن. لكن النشويات اللي هي المركبه بتخلي دايما الجلوكوز بتاع الدم ستيبل، فالانسولين بيكون ستيبل، فبالتالي ما بيحصلش بيكس للانسولين، فما بيحصلش ان انا ازود فاتس جوه الجسم. انا عندي حتى كمان فواكه كتير مسكره، يعني احنا عندنا التمر، الموز، مفيش حاجه ممنوعه في الاكل، مفيش حاجه في الاكل الصحي اسمها ممنوع الموز، ممنوع البلح، المانجا، لا خالص احنا مش ممنوع، بس هناخدها بكميات قد ايه على حسب السعرات بتاعتي، يعني 3 4 مانجات في اليوم. 3 4 ازاي يعني؟ مين اللي جاله قلب يمنع المانجا؟ يعني عشان بيقولوا ان هي موالح، من الفواكه اللي هي الموالح. ممكن اقول لك حاجه، في بتقولي مانجايه مثلا، اوكي في بقى مانجا قد كده، وفي مانجا قد كده، وفي مانجا قد كده، وفي دي عادي صغيره. مش انت اللي قلته هو مانجايه واحده واحنا أيوة ماشيين؟ بس احنا لحد كام هي المانجا عامه تقريبا السعرات بتاعتها بنتكلم في كام؟ من 150 تقريبا ل 250 على حسب هي الحجم بتاعها ماشي ازاي. احنا دايما بناخد بنحسب على التفاحه المتوسطه، يعني اي حاجه بناكلها بنحسب على التفاحه المتوسطه كسناك. والله كده كتير يعني. والله العظيم يا دكتور يعني يا انجي خلاص كده كفايه. الحكايه يعني مش كتير بس يعني الى حد ما معقده برضو، الواحد يحسب ازاي الاكله نفسها ليه يعني؟ دلوقتي جوجل مليان كل السعرات، يعني انا لو عايز احسب سعراتي وانا قاعد في البيت هعرف احسبها، ولو عايز اعرف كل اكل السعرات بتاعته قد ايه في ابلكيشنز كتير نازله، ابلكيشنز كتير فعلا بتحسب السعرات. عايزين نعين حد والله يعني، لا يعني موجود معين حد يحسب لنا، عايزين حد ياكل لك يعني. طيب انا يعني الوقت بيجري، بس في ناس يعني مثلا يوسف خالد هو بيقول ان هو اللي فاز معانا قبل كده، ازيك يا استاذه نهاوند استاذ كريم، انا اللي كسبت معانا كان البوم الاهلي، انا بحبكم جدا ومتابعكم كل يوم، وايه الماكولات اللي بتقوي الجسم. هنقرا كده كذا تعليق وبعدين نسيب لحضرتك عشان ما بقاش نسينا حد. احنا فاكرينك طبعا يا يوسف، وعلى فكره يوسف فعلا بيتابعنا كل يوم، انا بشوف على تويتر دايما بيبعت. بص حتى صورة البروفايل ده يوم ما كان عندنا في هنا في الاستوديو وكان بيستلم الالبوم بتاعه، هو جميل، وكان بابا جايبهم كمان هو اخوه الصغير يستلمه. ناس جميله، الناس دايما بتحب تتابعك. بصي انا هقول لك برده هنا، واحده اسمها ساره بتقول انا لعيبه جمباز، في اكلات معينه لتقويه الاعصاب ونظام اكل اليوم البطوله عفوا. وفي ابراهيم اسماعيل بيقول صباح الخير، انا طولي 167 وزني نزل من 68 ل 62، مش عارف ارجع وزني، ايه النصايح اللي حضرتك يعني ممكن تساعديه بيها؟ طيب هو كان كريم قال لي كورونا ضمنيا على الجزء ده على حته يعني. اللي هو ازاي يزود الوزن بتاعه والكلام ده، يعني نتكلم على موضوع الاكلات اللي هي المفيده اصلا بتاعت الكورونا. احنا الايام دي موضوع كورونا طبعا ان احنا نكون بناخد حاجات فيها فيتامين سي، واحنا عندنا الفواكه كتير قوي، يعني عندنا والخضار زي الليمون، عندنا الجوافه، اليوستفندي، البرتقال، كل الموالح، المانجا، كل الحاجات دي كلها احنا ممكن ناخدها. نزود كمان فيتامين اي، وده موجود في الطماطم عندنا، موجود في السبانخ. نزود الزنك بتاعنا، الزنك ده موجود اكتر حاجه في اللحمه الحمراء، بس ما احنا ناخدش كميه كبيره من اللحمه الحمراء، يعني كل ما زودناها برده بتاثر علينا صحيا اوريدي. المكسرات برده من الحاجات اللي فيها زنك. ناخد اوميجا 3 عن طريق ان احنا ناكل سمك كويس، التونه دي من الحاجات، زيت الزيتون، بذور الشيا، بذر الكتان، دي من الحاجات اللي فيها اوميجا 3 كويس. فيتامين اي عن طريق ممكن نشرب كوبايه شاي اخضر، دي بالنسبه لي عشان هو مضادات اكسده، دي من الحاجات اللي احنا بما اننا في الكورونا الايام دي نشرب ميه كويس جدا. ناخد معلقه عسل وعليها كوبايه ميه، دي اوريدي اصلا وزاره الصحه يعني قالت عليها ان احنا ناخدها. ميه دافيه ولا ميه؟ ميه دافيه وعليها معلقه عسل. احنا بناخدها ليه؟ علشان هي بتنقي المسار التنفسي، وطبعا معلقه العسل اوريدي هي شفاء للناس، فطبيعي طبعا ان هي من غير حاجه، فيها فوائد كتيره قوي ان احنا ناخدها.
دكتوره انجي الله ينور عليكي، انت يعني افدتينا جدا بوجود حضرتك معانا، وبنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي على خير قريب مره ثانيه باذن الله. كده الحلقه والبرنامج الاسبوع كله خلص يا ست الكل، فرصه سعيده جدا اتشرفت بحضرتك. هنشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، كان اسبوع يعني اعتقد كان جميل، كان اخبار مختلفه، وحاولنا كمان ان احنا نقدم لحضراتكم فقرات وضيوف مختلفين. ابعتوا لنا لو حابين برضو يعني تقولوا لنا كده عايزين نستضيف مين او مواضيع معينه نتكلم عنها، وهنوعدكم كمان ان فقره ان شاء الله النوستالجيا مع محمد صادق هيكون معانا كده شكل فيها مختلف ان شاء الله الاسبوع الجاي. على كل حال الاسبوع والحلقه خلصوا، هنشوفكم انا وكريم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.